حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث لهذا المساء، والذي سنخصصها للحديث عن تعز وتأخر عملية تحريرها على الرغم من تكرار الحكومة وعودها بذلك. في تعز التي تشهد حربا هي الأشرس والأعلى كلفة في الحرب الشاملة التي تدور في البلد منذ عام، نفذ مواطنون وناشطون مدنيون وقفة احتجاجية على ما أسمه تخاذل الحكومة وعدم وفائها بوعودها في مساعدة المحافظة ودعم المقاومة في استكمال تحريرها. الوقفة هذه تأتي في ظل استمرار قصف الميليشيا على أحياء مدينة تعز وارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء القصف والحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدينة منذ أشهر، فيما يقابل كل ذلك صمتا طويلا من قبل الحكومة والسلطة الشرعية، وعودا كثيرة أطلقتها السلطة الشرعية بخصوص تحرير المحافظة. وطوال الأشهر الماضية اكتفت السلطة ومن خلفها التحالف بإرسال بعض العربات العسكرية وقليلا من المساعدات الإنسانية التي لا تكفي لمعالجة آثار يوم واحد من القصف أو لإبعاد خطر الميليشيا عن أحياء المدينة. الوضع في المدينة يزداد سوءا، والموت أصبح هو السلعة الوحيدة في المدينة، فيما تبقى وعود السلطة الشرعية غير قابلة للتنفيذ بدون أسباب معروفة حتى الآن. تتصاعد المخاوف من أن معركة تعز باتت محكومة بالحسابات السياسية التي ستعقد المعركة وتسيد الأوضاع سوءا في المدينة المنكوبة بالقصف والحصار. معركة تعز وتأخر الحسم، الأسباب والتداعيات ستكون محور نقاشنا هذا المساء، ولكن مشاهدينا بعد مشاهدة هذا التقرير. عام من الحرب ولا تزال تعز المدينة العنيدة والقوية تقف واحدة في مواجهة ميليشيا زرعت الموت والدمار في كل شبر وفي كل قلب في تعز. تحررت محافظات الجنوب القريبة، وعلى أسوار المدينة توقفت عربات التحالف، توجهت بعدها الشرعية إلى مأرب والجوف، وصلت إلى مشارف صنعاء، فيما بقيت تعز تقاتل وحيدة. على البوابة الشمالية لتعز كانت آليات الشرعية والجيش الوطني تصل إلى بعض مناطق حجة وتقترب من الحديدة، فيما لم يقترب أحد من تعز. في كل مرة يصل الحديث إلى تعز ومساعدتها يكون الرد أن خطة التحرير جاهزة، لكنها لم ترى النور حتى اللحظة، ولا تزال تعز محاصرة بالقتلة، والموت يقطع أنفاسها كل لحظة. قبل حوالي شهرين كانت قيادة المقاومة والجيش الوطني في تعز تلتقي بقيادة السلطة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، وبعد مداولات طويلة تم الاتفاق على قيادة موحدة للمقاومة، وتوقع الجميع أن تحرير تعز صار الآن أقرب، لكن ذلك لم يحدث حتى اليوم وبقيت الوعود. دخلت المعركة في تعز مرحلة استنزاف مكلفة بين المقاومة وبين ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، فيما يرى البعض أن حسابات سياسية هي من تؤجل تحرير المدينة، على الرغم من أهمية استعادة تعز لما لها من رمزية في الوجدان اليمني ومن أهمية استراتيجية وثقل سيكون له تأثير بالغ على سلطة الإنقلابيين في حال طردهم منها. الوضع في تعز لم يعد يحتمل، الموت يتساقط على رؤوس المدنيين ويحصدهم وكأنه صار طقسا يوميا، فيما الحصار يقضي على ما تبقى من حياة في المدينة. في كل مكان تبدو السلطة الشرعية أمام اختبار، لكنها في تعز أمام اختبار أخلاقي بعد أن بلغ الموت فيها حدا لا يطاق. فما الذي ستفعله السلطة الشرعية؟ وكم يجب على تعز أن تموت ليعيرها الجميع انتباهه؟ إذن مشاهدينا أهلا بكم مجددا، سنناقش في حلقة هذه الليلة مسار معركة تعز وتأخر الحسم هناك، وسيكون معنا ضيوفنا في الحلقة إذا ما تمكننا من التواصل بهم. سيكون معنا الناطق باسم مجلس المقاومة العقيد الركن منصور الحسامي، وأيضا الكاتب والمحلل السياسي من ألمانيا أيمن نبيل، على أن ينضم إلينا الناطق باسم الجيش الوطني سيادة العميد سمير الحاج، وسينضم إلينا أيضا الناشط الحقوقي ماهر العبسي أحد منسقي الوقفة الاحتجاجية التي تمت اليوم في مدينة تعز، ويبدو أنه سيكون أول المنضمين إلينا السيد ماهر العبسي الناشط الحقوقي. مساء الخير سيد ماهر. مساء النور والعافية. سيد ماهر، ما هي الفكرة أو الرسالة التي أردتم من وقفتكم إيصالها إلى الحكومة والسلطة الشرعية اليوم في مدينة تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الترتيبات كانت هي من يوم الأربعاء بدأنا بإطلاق هاشتاج
يعني اين وعود الحكومه في تحرير تعز؟ نعم. استمر الى 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 اليوم، ثم عدينا اليوم يعني وقفه احتجاجيه كانت في شارع جمال للتعبير عن عتابنا، ليس استعداء وليس رفض كما سوقه الطرف الاخر انه استعداء للحكومه او مطالبه باسقاط الحكومه، هو كان عتاب للحكومه، عتاب لرئاسه الجمهوريه، عتاب للرئيس هادي وبحاح بوعودهم، وعودهم من اشهر وهم يعدون بتحرير تعز، يعدون بفك الحصار عن تعز ولم يحصل شيء من هذا. نعم. الوضع في تعز سيء جدا، حصار قتل بشكل يومي ولم نرى، تعز لم ترى النور، فقط ترى وعود عرقوبيه لم نرى شيء على الارض. نعم، ولكن هل مطالبكم التي رفعتموها في الوقفة كانت تختص بمطالب فك الحصار وأيضا إدخال المساعدات، أم كانت عامة تشمل العمل على تحرير المحافظة، أم ماذا بالضبط؟ طبعا شعاراتنا التي رفعناها في هذه الوقفة هي كانت شعارات تطالب بتحرير تعز، ليس بإدخال مساعدات، أو لأن المساعدات لم تدخل إلا كمية بسيطة، فإن بمطالبة بإدخال مساعدات أو إنزال أدوية، أو نحن نريد تحرير المدينة، نريد سلامة الإنسان قبل كل شيء. نعم. أما أن يستمر الوضع كما هو عليه يوميا قتلى وجرحى، حتى الجرحى الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استعادة الدولة ومن أجل الشرعية، اليوم يعانون من إهمال كبير في مستشفيات تعز، ولا يتم قبولهم في مستشفيات عدن. هذا ما دعانا لتنظيم هذه الفعاليات. نعم. أيضا في بيان الوقفة كان، وفي البيان الهام الذي أصدرناه، أنه سيكون في حال لم يكن استجابة من الحكومة بتحرير تعز والعمل على الأرض، سيكون هناك برنامج تصعيدي نطالب فيه، نصعد فيه مطالب، نصعد فيه لكي تستجيب الحكومة لمطالب أبناء مدينة تعز. نعم، سيد ماهر تكرم البقاء معنا، سنذهب إلى ضيفنا الآخر، سينضم إلينا الآن الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور أخي العزيز. سيادة العميد، تأخرت عملية تحرير تعز كثيرا والجميع يتساءل عن الأسباب، أنتم في قيادة الجيش الوطني، ما هي الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير حتى اللحظة؟ على أي حال شكرا لك أولا أخي الكريم ولمشاهديك الكرام. أهلا بك. ربما دعنا نتفق سويا بأنه فعلا تأخرت مسألة تحرير تعز. نعم. وربما كان نعزو ذلك إلى العديد من الأشياء التي ربما الآن الحمد لله تجاوزناها، سواء من وحدة القيادة أو ترتيب الخطة أو التجهيز للعمل. نعم. أو البداية يعني في التنفيذ، كل هذه الأشياء الحمد لله محافظ جديد وقائد محور وعمل مشترك، ربما لا زال الآن العمل يسير بوتيرة بطيئة جدا، لكننا يعني متعشمين اننا في الايام القادمه سيكون هناك وتيره اعلى، ومش ليس لان هناك فعاليه واحتجاجات وهم من حق هؤلاء ان يحتجوا او يعملوا، لكن لان اصلا وجود الجيش لابد له ان يكون له موقف في هذا الشان. نعم، ولكن سياده العميد، ما هي الاسباب او العوائق التي تحول دون دعم المقاومه في تعز وايضا عمليه التحرير بشكل كامل؟ هو أن نتحدث أنه دون دعم المقاومة في تعز يعني الأمر بيكون غير دقيق، لكن دعنا نقول ربما الأسلحة الثقيلة، المعدات الكبيرة التي ممكن أن تقوم بها المقاومة والجيش لتحرير المدينة، ربما هذه لازم نفتقدها كثيرا. نعم. لكن من حيث الدعم المادي، من حيث الدعم بالأسلحة الخفيفة موجود وبشكل يعني الى حد ما نقول مقبول، لكن هذا لن يحرر تعز، لابد من اسلحه ثقيله حتى يتم فتح تعز من الخارج الى الداخل. نعم، ولكن سياده العميد، الجميع يتساءل، هناك دعم قدم لعمليه تحرير محافظه مأرب، دعم قدم ايضا لتحرير الجنوب، ما الذي يعني جعل الحكومه والتحالف متردد حتى اللحظه في الدعم وتحرير هذه المدينه، خصوصا مع المعاناه التي تعانيها والحصار والقتل اليومي بالعشرات؟ يعني دعني اولا اقول لك انه لكل منطقه لها طبيعتها الجغرافيه، لها زي ما كما تقول يعني حدودها التي يمكن الاستفاده منها، فمثلا محافظه مأرب والجو تقع على حدود المملكه العربيه السعوديه، مما يسهل حركه القوات والاليات وايضا التحرك حتى الدخول والخروج بالنسبه للتدريب والتأهيل. في مدينه تعز الاشكاليه الكبرى هي اننا يعني حوصرنا من قبل ان تبدا المعركه من كل الاتجاهات، ومن ثم اصبحت الحركه من الخارج صعبه جدا، ولا يوجد لنا ميناء او مرفا يمكن ان يكون مكان للدعم اللوجستي. هذا ما نسعى له ان شاء الله في المرحله القريبه جدا،
واذا ما تم وتم بدء التنفيذ ربما يتغير المشهد ان شاء الله. نعم سيادة العميد تكرم بالبقاء معنا. سنعود إلى الناشط الحقوقي ماهر العبسي. ماهر إذا كيف تتوقعون استجابة السلطة الشرعية لمثل هذه المطالب التي تقدمتم بها في الوقفة الاحتجاجية اليوم؟ حتى الآن نحن إن شاء الله نتوقع أن تكون هناك ردود إيجابية، رغم أن يعني الشارع في تعز، يعني ماذا عن اللي عمل مثل هذه الأفعال، الشارع في تعز بدأ يشعر باليأس، بدأ يشعر يشعر يعني، رغم أن تعز أول مدينة وقفت مع الشرعية منذ الانقلاب، منذ إصدار بيانهم في 21 سبتمبر، كانت تعز هي أول مدينة وقفت مع الشرعية وخرجت وتظاهرت وسقط هناك شهداء وجرحى أمام الأمن المركزي. الآن تعز يعني كما يقول سيادة العميد سمير الحاج يقول أن تعز يعني ليس هناك لديها ميناء أو مرفأ، نقول أن تعز هناك خط مفتوح من عدن إلى تعز يستطيعون إيصال الآليات العسكرية والدعم، وهذا فهذا لم يحصل هناك، يعني لا نعرف ما هي الأسباب ولا تأخير تحرير تعز. نعم. يعني هنا في تعز الحاضنة الشعبية للمقاومة كبيرة، يعني في تعز الجبهات تقاتل، رغم أن أغلب المقاتلين في تعز من المقاومة الشعبية والجيش الوطني، يعني ليس هناك يعني مصاريف تصرف لهم، توقفت تقريبا من رمضان وبعد رمضان إلا جزء بسيط أو يسير منها فقط لا غير. نعم. الناس في تعز يعني بدأوا يعني ماذا عن لهذه الفعاليات، وان الناس في تعز بداوا يشعرون بالياس، يشعرون بالخذلان، يشعرون يعني بان هناك خذلان متعمد يعني من الحكومه والرئيس هادي، رغم ان بحاح اعلن اكثر مره ان ساعات الصفر بدات وان تحرير تعز قد اتخذ قرار تحرير تعز ولم نرى شيء من هذا. نعم، اذا الناشط الحقوقي ماهر العبسي كنت معنا من تعز، شكرا لك. نعود مشاهدينا الى سياده العميد سمير الحاج. سيادة العميد سأنقل لك ما قاله الناشط الحقوقي ماهر العبسي. ماهر يقول أن الطريق ما بين تعز وعدن يعني هناك طرقات مؤمنة إذا ما أرادت الحكومة تقديم الدعم للمقاومة والجيش. ماذا تقول في ما قاله ماهر؟ اولا من حيث المبدا طبعا انا اقدر يعني انفعال وحماس وفعلا الم ابنائنا واخواننا في تعز، والله اننا نعيشه معهم لحظه بلحظه، لكن دعني اقول بان اي شيء سيمكننا من اختراق هذه الجبهه وفتح هذه المنافذ سنعمل. نحن الان يعني ننسى اننا قبل ايام فقط انتهينا من معركه نجد قصيم والمصراخ والذي تقطع الخط الرئيسي، المخلوع والحوثيين يركزون على هذه المناطق، اليوم المعركه في جبل حبشي لمحاوله قطع الطريق مره اخرى، هم يدركون ان هذا الشريان شريان فعلا يمكن ان ياتي فعلا طريق مفتوح، لكن اشكاليتنا في هذا الطريق انه دائما يحاولون قطع الطريق والاليات المدرعه كما تعلم معركتها يعني ليست من السهوله بمكان، تحتاج الى امان يعني يمثل 100% حتى لا تقع في يد العدو او تدمر في الطريق. على اي حال كل هذا الامور ماخوذه بالحسبان، ونتمنى باذن الله تعالى ان نرضي ابنائنا واخواننا واهلنا في تعز بما ينبغي ان يكون علينا كجيش وطني وبما ينبغي ان يكون علينا كمقاومه في الميدان. نعم سياده العميد، في ظل ما اقره سياده رئيس الجمهوريه قبل شهرين بعد لقائه مع قياده المقاومه والجيش الوطني في تعز، ما هي اهم الخطوات التي يتم التحضير لها لاستكمال تحرير المحافظه على ضوء ما تم اقراره؟ هي ثلاث نقاط رئيسيه اعتقد انها الان يعني باذن الله تكون قيد التنفيذ. يعني يقول اولا الاتفاق على وحده القياده وقد تمت. اثنين الاتفاق على مساله البدء بالدعم المباشر المادي خاصه المرتبات وما اليها وما يتعلق بمسائل الاغاثه. الامر الثالث البدء بالعمل العسكري في، وهذه الامور ربما الحديث عنها ليس من المناسب الإعلان، إن شاء الله تكون في حينها وفي الأماكن التي ستحددها غرفة العمليات. نعم سيادة العميد، ألم يكن من الأجدى دعم المقاومة ووحدات الجيش القائمة بدلا من انتظار تشكيل وحدات جديدة؟ لا دعني أؤكد لك أنه لن تحرر تعز إلا أبناء تعز، وهذه قاعدة نحن أصبحنا مقتنعين فيها بنسبة 100% فعلا. لا نحتاج نحن الى قوة إضافية لا من ناحية البشر ولا من ناحية حتى يعني نقول الجهد الذاتي موجود، لكن نحن الذي يعيقنا دائما الدعم المادي والدعم اللوجستي الكبير، واقصد به الأسلحة الثقيلة ومضادة الدروع
كل هذه الان اصبحت يعني ماخوذه بعين الاعتبار. دعني اقول لك ان الاخوه في دول التحالف وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه تقف باقصى قوه في هذا الاتجاه. ليس هناك محاربه، ليس هناك لاعب سياسي، يجب ان يكون واضح هذا الامر. هذه مساله بالنسبه لهم يعني تؤرقهم كما تؤرقنا تماما، وهم يسعون معنا ومع قياده الجيش ومع رئاسه الدوله على كيفيه اخراج هذه المدينه من هذه المحنه. ولعل حركه مركز الملك سلمان في انزال الاغاثه رغم صعوبه وخطوره الانزال في مناطق جبل صوير وغيرها ان شاء الله الان مناطق اخرى، الا دليل على انهم يشعرون بالم هذه المدينه وما تعاني. نعم، اذا سياده العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا سينضم إلينا الآن من ألمانيا الكاتب والمحلل السياسي السيد أيمن نبيل. مرحبا سيد أيمن ومساء الخير. أهلا بك، مساء النور. سيد أيمن، بعد ما يقارب العام من المعارك في تعز، كيف تبدو توجهات السلطة الشرعية تجاه استكمال تحرير المحافظة؟ في الحقيقة دعنا نقول كيف تبدو توجهات التحالف. السلطة الشرعية لا تملك هنا خيارات كثيرة، من يقرر هذا هو التحالف. ويبدو جليا أن هناك وضع معين لتعز يعني يراد أن تبقى فيه. نعم. سواء باستنزاف أو بأشياء أخرى كثيرة أو بضمان بقاء جزء من قوات الحركة الحوثية وعلي عبد الله صالح هناك أو بسبب أوهام وخيالات أخرى سنناقشها لاحقا. نعم، سيد أيمن، هناك من يتحدث عن أسباب قد تكون سياسية وحسابات داخل السلطة الشرعية والتحالف هي من تؤخر عملية تحرير تعز حتى الآن. برأيك هل يعود الأمر إلى شيء كهذا فعلا؟ بالتأكيد هناك حسابات، لأن الحالة في تعز حالة مزرية. نعم. وإنسانيا هي حالة يعني راديكالية في مأساويتها وتراجيديتها، ولهذا بالتأكيد هناك حسابات. الحسابات هي كالتالي: هناك أولا حسابات مفهومة نوعا ما، وهو الوضع في عدن. نعم. النموذج الذي قدمته عدن نموذج يعني سيء، ويبدو أن التحالف لا يريد تكريره، لا يريد إعادة تكراره يعني. هذا جانب، لكن هنا جانب آخر مهم، وهو الفكرة أن وضع تعز كمحل لاستنزاف القوات الحركة الحوثية وعلي عبد الله صالح. نعم. لكن هذا بالتأكيد يعني أمر كارثي. وهناك أمر آخر ثالث مهم، وهو أن الحركة الحوثية لا تجد مكانا آخر للضرب إلا تعز، وبالتالي فهذا يقدم حجة للسعودية والإمارات والتحالف بصورة عامة أمام منظمات حقوق الإنسان أننا نحارب الآن حركة طائفية إرهابية انظروا إنها تقتل وتفعل. يعني يستخدم نموذج تعز كنوع من التبرير أو التسويق لذات التسويق لهذه الحرب. نعم، ولكن ما هي مخاطر بقاء تعز إذا ما بقت خارج حسابات السلطة الشرعية والتحالف حتى هذا الوقت؟ المخاطر في الحقيقة هي مخاطر إنسانية. التحالف لا يفكر، يبدو أن التحالف يعني نزع تعز من ذهنه. استمعت أنا قبل قليل. نعم. إلى جزء من حديث ضيفك الكريم، لا يبدو نهائيا أن تعز موجودة أساسا في ذهن قادة التحالف أو ذهن السلطة الشرعية الممثلة بعبد ربه هادي وحكومته. ليس هناك مخاطر حقيقية من ناحية استراتيجية. يعني تعز لا تطلع على مضايق يعني حتى يعني ميناء المخا ليس بالأهمية الشديدة كما يعني ليس بأهمية عدن على سبيل المثال، وكذلك أهمية الاستراتيجية من ناحية الموقع ليست مهمة، ولكنها مهمة من ناحية ضرب وقسم ظهر الحركة الحوثية وعلي عبد الله صالح. ويبدو أن سلطة التحالف لا زالت تبحث عن حل سريع لا يذهب بها بعيدا للدعم الكامل لتحرير المدينة. نعم، لكن بالمقابل إذا ما تحررت في المحافظة، ما هي الأهمية التي ستمثلها على مسار الحرب بشكل عام؟ المسار هو بالتأكيد مثل ما قلت لك، تعز أهميتها هنا هي في قسم ظهر الحركة الحوثية وعلي عبد الله صالح. في خيال علي عبد الله صالح وفي خيال الحركة الحوثية تعز أمر مهم. إذا كان هذا التحالف نعم. علي عبد الله صالح والحركة الحوثية في الداخل سيفكر بأنه سيحقق شمال فقط، فلا يستطيع ابدا ان ينفي تعز من وعيه. هذا حتى له ترسبات حتى تاريخيه، لا يستطيع ابدا ان يفعل ذلك. الان في حال تحررت تعز، هناك اولا خزان بشري ضخم سيخرج الى العلن، سيخرج الى الساحه. نعم. خزان بشري يستطيع الهجوم، وبالتاكيد في حال يعني مثل ما قلت لك اذا كان يراد المعركه ان تصبح حاسمه حتى النهايه، فان تحرير تعز سيحول موقع الحركه الحوثيه وقوات علي عبد الله صالح الى موقع الدفاع، وهذا امر مهم. ولكن التحالف والسلطة الشرعية أو سلطة عبد الرب منصور هذه حتى الشرعية هنا يعني مفهوم نحتاج أن نعيد يعني تعريفه.
ولكن حتى في هذه الحالة نعم يبدو أنهم يريدون فقط الدخول صنعاء واستتباب الأمن وانتهاء الأمر، بحيث أن تعز أن لا تشكل لهم أمرا مهما. نعم، ولكن يعني سيد أيمن نبيل، أنت حدثت في قبل قليل عن أن يعني المخاوف التي تتمثل أمامهم أن تكون تعز نموذجا آخر كما جرى في عدن. ما الذي يعني دفعهم لأن يتم تصور الموضوع بهذه الصورة، خصوصا أن هناك ملامح في المدينة يعني للعمل على تكوين بعض الوحدات، وحدات الأمن وغيرها، قبل أن يتم تحرير المدينة، بمعنى أنه هناك حساب لمسألة ما بعد التحرير؟ في الحقيقة أنا لا أرى هذا، يعني المسألة فيها شوية مبالغة، لأن مسألة بناء الدولة والنظر إلى المستقبل تحتاج إلى توافقات ضخمة، يعني أن تحتاج مثلا إلى توافق في القرار العسكري نفسه، هذا معدوم في تعز، هذا أمر أول. الأمر الآخر أن تعز أساسا بناءها الاجتماعي، نسيجها الاجتماعي، ليس بناء قبليا، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تحارب إلا عبر أيديولوجيات، أي بالتأكيد عبر الأحزاب السياسية، والأحزاب السياسية منذ 2011، منذ عام 2011 منذ فبراير، وبالتحديد بعد اتفاقية بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، اتخذت من تعز المكان أو الموضع التي تلقي فيه حساباتها. لعلنا نتذكر آنذاك أن هناك أن كانت آذان تحصل يعني اشتباكات بالسلاح لفرض مدير مكتب تابع لوزارة التربية والتعليم. نعم. بالتالي تعز الآن لا تشهد فعليا عمليات بناء دولة. بناء الدولة يكون مثلا بأن تصطف كل القوى السياسية بكل قواعدها، بكل قواتها، بكل محاربيها، وراء منظمة أو وراء مؤسسة واضحة، وهي اللواء الذي يقوده عدنان الحمادي. نعم. هكذا أستطيع أن أفهم أن هناك يعني ملامح لبناء دولة. أما الحديث عن وحدات هنا وهناك، هذا أمر مهم ولكنه ليس الأهم. الأهم هو التوافق على الأمور نعم. الأساسية والاستراتيجية. نعم، ولكن سيد نبيل، كما أنت طرحت قبل قليل أن يعني قد تكون من بعض الأسباب يعني للتأخر في عملية تحرير المدينة أنه عملية استنزاف للميليشيا في تعز. ما مدى دقة وفعالية مثل هذا الطرح، خصوصا مع التكلفة الباهظة التي يدفعها أبناء المحافظة؟ وفي الحقيقة أنا وصفت ما يفكر به السعودية والإمارات ومن تبعهم، يعني وليس ما أراه أنا، لأن الاستنزاف هنا محدود نوعا ما. أنت في البداية ليست لديك قوات ضخمة في تعز، لديك أعداد كبيرة، الأرياف ريف الحجرية وشرعاب بالذات يرفد المقاومة بالخزان البشري، ولكن السلاح المتواجد بأيديهم لا يضمن الاستنزاف. ثم الأمر الآخر أن الحوثيين محاصرون المدينة، والمحاصر هو الذي يستنزف وليس المحاصر. نعم. هذا أمر مهم أيضا. بالتالي هذا التفكير يعني يدل أولا على تفكير يعني انعدام لرؤية سياسية واضحة وحقيقية، والأمر الثاني هو يؤكد أن هذا التحالف أو السلطة الشرعية لا تهتم فعليا ببناء البلد. عندما يرى الإنسان ماذا يحصل في تعز الآن من قتل وتدمير ومذابح، حتى الفوضى الموجودة في الداخل، يدرك جيدا أن هؤلاء الناس أو هذه السلطات لا تفكر جيدا ولا تفكر فعليا ببناء دولة. هناك حسابات، يعني حسابات أحيانا تصل إلى مرحلة أوهام مناطقية وأشياء من هذا القبيل. نعم، ولكن سيد أيمن، في حال يعني طول أطالت أمد الحرب يعني عن المدة هذه، يعني ألا يوجد مخاوف من تكون جماعات خارج مظلة الدولة يعني قد تشكل خطر على مستقبل البلد بشكل عام؟ في الحقيقة هذه الجماعات قد تشكلت وانتهى الأمر، يعني هذا أمر مؤسف ولكن هذه الحقيقة. لديك أنت جماعات مختلفة لها إيديولوجيات مختلفة، بعضها سياسي يتبع أحزاب سياسية، يعني تعز بالذات تشهد تواجدا لثلاث الأحزاب الكبرى، الاشتراكي في صدر والإصلاح نعم. في المدينة جزء من المدينة والناصري في الأرياف بالذات في الحجرية. نعم. الجماعات، لكن هناك السلفيون أيضا وكذا، هذه نعم. الجماعات فعليا لا تتبع الدولة، حتى إذا هيئ يوما ما أو إذا توهم البعض أنها ستتبع الدولة، هذا الآن فقط، ولكن بعد ذلك بعد فترة عندما تنتهي الأمور، وهذه الحرب ستنتهي عاجلا أم آجلا، أنا طبعا لا أقول حكمة هنا، هذا أمر يعني واضح، هذه الحرب ستنتهي، ولكن بعد ذلك سترى أن هذه الجماعات ستطالب بحقها، ولكنه حق فئوي وليس حقا وطنيا، ولا يقوم أساسا على مبدأ مواطني. للأسف الكارثة حصلت وانتهينا، يعني الآن إذا كان هناك من شيء يجب أن يفعل فهو تدارك الوضع هذا بتوافق سياسي استراتيجي بين القوى السياسية، بتنسيق عسكري عالي،
نعم. وتشكيل قيادة فعليا موحدة، المجلس العسكري الذي يقول عليه فعليا لا يشكل مظلة حقيقية للعمل العسكري للأسف. نعم سيد أيمن، في ظل ما استمر الواقع القائم على ما هو عليه، ما هو المسار المتوقع لمعركة تعز؟ في الحقيقة عزيزي، في الحروب عادة هناك حروب استمرت 15 عام، حروب أهلية. نعم. ما دام هناك داعمين فهناك حروب، يعني الحرب الأهلية اللبنانية كم استمرت؟ من 76 تقريبا 96، يعني 75. نعم. الحرب الإيرانية العراقية حرب بين دولتين طبعا، ولكنها استمرت فترة طويلة. بالتالي إذا لم تتم يعني تحدث التنسيقات المرجوة طفرة، فإننا سنبقى في هذا الوضع، مدينة تستنزف، تقتل، تذبح، هناك جماعات أخرى الآن تطفو وتظهر وتقتطع لها نصيب من المدينة وتقيم حتى أعراسها وتفكيرها الخاص بالدولة، ونحن الآن نرى عقابلها، نسمع الآن طبعا ضروري يعني من المهم أن نقول هذا، هناك تجاوزات يعني مرعبة تقوم بها المجاميع المسلحة، طبعا هذا لسبب مهم لأن هذه المجاميع مسلحة وليست تابعة لقيادة نظامية، مؤسسة نظامية لها قيادة موحدة، هذا ما نطالب به منذ البداية، أن ينضموا إلى اللواء المتواجد في الضباط، إلى قوات عدنان الحمادي، لأنه هو هذه مؤسسة تستطيع أن تضبط عناصرها، لكن عندما تقوم أنت بعمل ميليشياوي حتى لو كانت مقاومة، لكن في النهاية هذه المقاومة تدخل فيها الصالح والطالح ولا يحصل فيها التزام، وتقوم القيادة عادة بيعني استدرار الدعم من عناصرها. نعم. وهذا أمر كارثي في الحقيقة. نعم، إذن شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا سيد أيمن نبيل، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقاتنا لهذا اليوم، وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي عبر الهاتف من تعز الناشط الحقوقي ماهر العبسي، وأيضا الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج، وكما شكر موصول أيضا للكاتب والمحلل السياسي أيمن نبيل، وأيضا نعتذر على عدم القدرة بالتواصل مع الناطق باسم مجلس المقاومة العميد الركن منصور الحسامي والذي قد كنا رحبنا به في بداية الحلقة، والشكر أيضا لطاقم العمل وفي الإعداد أيضا الزميل كمال حيدرة، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة، إلى الملتقى في أمان الله.